متطوعو شباب إربد هو مجتمع شبابي بيعمل على تدريب وتمكين الشباب وإعطاهم المهارات والخبرات اللازمة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. رؤيتنا هي إيجاد جيل جديد من القادة والمبادرين الاجتماعيين واعيين لتحديات تنمية الوطن العربي ويعمل على حلها. احنا افريقيا شبابيه من مختلف التخصصات والثقافات، اللي جمعنا هو رغبتنا باحداث تغيير ايجابي في المجتمع. لهيك احنا بنحاول ان نكون حلقه الربط اللي بتساعد على تبادل الثقافات بين الاردن وبين باقي دول العالم. نعمل على نشر الوعي الصحي والثقافه الصحيه بطريقه جديده ومبتكره لاردن احسن. مشروعنا بيهدف على زرع بذره التطوع في طلاب المدارس. نعمل على دمج فئات المجتمع ثقافيا واجتماعيا لحتى تتمكن المرأة من لعب دورها الأساسي بالمجتمع. مشروعنا بيهدف لتمكين الفتيات وتنمية مهاراتهم القيادية. المستقبل اللي بريده كشاب عربي إني أكون من الأشخاص اللي بيصنعوا الحدث، مش من الأشخاص اللي بس بيراقبوه، إني أكون جزء من مجتمع كبير. بدي صوتنا يكون كشباب أردني وعربي يكون مسموع ونكون جزء أساسي من عملية التغيير في بلدنا، لأنه ببساطة كمرأة عربية لازم يكون لي دور أساسي وفعال في المجتمع. أكون إنسانة منتجة أكثر ما أكون مستهلكة وأساهم في بناء بلدي. في المستقبل أطلع لمجتمع واعي أكثر للتحديات بعمل على حلها لخدمة بلده. مبادرة الأمم المتحدة My Work ساعدتنا بأنه نحط أولوياتنا باختيار الأفكار اللي راح نطبقها بمشاريعنا. زاد وعينا بتحديات التنمية في المجتمع وصرنا قادرين على حلها. من أكثر الأشياء المهمة بالنسبة لي هي تطور مهارات القيادية والإدارية، لهيك أصبحنا قادة لمشاريع مجتمعنا. التطوع استقل لي شخصيتي وطور لي إياها، خلاني أكتسب مهارات أنا زمان نفسي أكتسبها. العمل التطوعي يطور فيه حس المسؤولية تجاه المجتمع، بيزيد الاحترافية عندي وبيأهلني لدخول سوق العمل. أعطاني الفرصة أني أفكر بطريقة إيجابية. بالعمل التطوعي قدرت أشتغل على شخصيتي، أنمي إمكانياتي، أكسب خبرة وأعمل الأشياء اللي بحبها. تعزيز قيمنا الشخصية كقادة شباب وتفكيرنا بأمور أكبر من نطاق دراستنا مثل العلوم الاجتماعية والفنون والرياضة. حتى نغير في مجتمعنا لازم نغير بأنفسنا بالبداية. التغيير ببلش من عندك، كون انت التغيير اللي بدك تشوفه في المجتمع من حولك. لأردن واعد، لأردن متحاب، لأردن يتطوع، لأردن منفتح، لأردن عادل، لأردن رياضي، لأردن أكثر وعي، لأردن للجميع.